الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى الفيديو الخاص بكيفية برمجة أجزاء برمجية مخزنة أو بروسيدير ستوكي أو ستارت بروسيدير ويد بارامتر، يعني افيك بارامتر لي بروسيدير ستوكي افيك دي بارامتر، كيف يمكننا أن نبرمج ذلك. قلنا بأن البروسيدير ستوكي إما بدون بارامتر أو ببارامتر إن أو ببارامتر أوت أو ببارامتر إن أوت. الآن سنتعلم كيفية برمجة بروسيديرات تحتوي على على بارامتر إن، يعني معطى، وسنقوم بمجموعة من التمارين وحلول. يا بسم الله على بركة الله. تخيل عندنا هذا الجدول في قاعدة البيانات تدبير الزبائن، يعني لدينا زبون عنده النيميرو يعني رقم، ثم اسم نوم، ثم سيتي المدينة، ثم شفر ظرف رقم المعاملات. إذا تخيل أنا أريد أن أعطيه مثلا الرقم ويعطيني شفر ظرف، إذا يقوم بنشر شفر ظرف أحبائي الكرام، أو أعطيه رقم ويقوم بنشر جميع المعلومات الخاصة بالزبون. إذا سأجعل من رقم الزبون وبارامتر إن، والنتيجة هي جميع المعلومات الخاصة بهذا الزبون. يا بسم الله على بركة الله، نقوم ببرمجة بروسيدير ستوكي جديد، وبالتالي سنذهب هنا ثم SQL ثم هذا الحيز. قلنا بأن دائما ديليميتر ثم كرييت بروك. إذا يا بسم الله ديليميتر سأقوم بإجعل ديليميتر على هذا الشكل، ثم كرييت بروسيدور سأسمي أحبائي الكرام انفو انفو كليون، أحبائي الكرام انفو كليون يعني المعلومات الخاصة بالزبون بين قوسين، وهنا سأجعل بارامتر إن، وهذا البارامتر عبارة عن نيم كليون ك بارامتر إن شاء الله. وبالتالي هذا النيمير كليون هو عبارة عن انتجر يجب أن أقوم بتحديده. هذا ما يسمى ببروسيدير ستوكي مع بارامتر إن، بارامتر دونتري أو إنبوت بارامتر، الحمد لله. وأي بروسيدير دائما هناك بيجان ثم أند ثم الديليميتر ثم الديليميتر. أحبائي الكرام، وسنعود للديليميتر الاعتيادي الذي ينتهي بالسومي كولون أو بوان فيرغول، أحبائي الكرام، وفاصلة منقوطة بهذا الشكل. إذا هنا سنقوم باستخراج الزبائن، الزبون الذي رقمه نيميرو كليون، وهو سهل جدا أحبائي الكرام. سلكت نجمة أحبائي الكرام فروم، لدينا جدول واحد وهذا الجدول هو فروم كليون، ثم وير، سهلة جدا إن شاء الله، وير بين قوسين وير نيم سي، لاحظ نيم سي، لماذا؟ لأن كليو أتوفر على الأعمدة التالية، نيم سي هو كلي بريمير، نيم سي يساوي هذا البارامتر الذي قمت بإدخاله هنا هو نيميرو دو كليو، جيد جدا. وأي أمر ينتهي بفاصلة منقوطة تذكر ذلك جيدا إن شاء الله. إذا هذا يسمى أنفو كليون سأسميه بار نيم. إذا هذا هو أحبائي الكرام، سأجعل أوكي. يا بسم الله أوكي. إذا الأمور مرت بسلام والحمد لله. بروسيدور، قمنا بإنشاء هذا البروسيدور. للتأكد من ذلك سنذهب إلى لائحة البروسيديرات وسنجد انفو كليون بار كليون. يمكن ان ننادي عليه بكال انفو كليون بار نيم بين قوسين ونعطيه احد الارقام، او سنذهب الى اكزيكيوت احبائي الكرام لتسهيل النتائج. لاحظ جيدا كليون عندنا الزبون رقم واحد مثلا، المعلومات هي علي الفقي بن صالح 300، وبالتالي سأذهب الى مور، ثم سنذهب الى قاعدة البيانات، ولاحظ بأن more routine، أذهب إلى لائحة البروسيديرات، وسأذهب إلى أنفو كليون بار نيميرو execute، سيقول لي أعطيني الرقم، سأعطيه الرقم واحد وسأضغط على go لأحصل على النتائج. لاحظ واحد علي الفقي بن صالح 300 هي عبارة عن النتيجة. تخيل تمرين آخر أحبائي الكرام، مثلا يقول لك أحبائي الكرام استخرج لنا مجموع شفر دافير، مجموع رقم معاملات لمدينة معينة. إذا أريد أن أعطيه مثلا
مدينة معينة وسيجمع مثلا الدار البيضاء، هناك سالات زبائن الدار البيضاء إذا أردنا المجموع 40,000، 40,000، 45,000، ثم 46,000، 46,000 و700 كنتيجة. إذا أريد أن أجمع الشفر ده فارق معاملات بالنسبة لكل زبون، وعلى بالنسبة لكل زبون أحبائي الكرام. وعلى سهلة جدا، هي سيلكت صوم. إذا يمكنني أن أكتب البروسيدور، وعلى سأذهب إلى أحد البروسيدورات لعدم إضاعة الوقت. سنذهب هنا، سنذهب إلى هذا البروسيدور، وعلى سهل جدا، كنترول سي، وعلى سأقوم بالذهاب إلى هذا التيبل SQL، ثم ماذا أريد؟ هنا أريد صام بين قوسين شيفر دافير. إذا لو ذهبت هنا إلى كليون لأنقل الحقل، اسم الحقل، الحقل اسمه شيفر أفير عادية، لأنها هي شيفر رقم المعاملات، شيفر أفير فرون كليون. وير هنا سيكون عندي السيتي، المدينة، تساوي فيل، هيك بارامتر، سأعطيه بارامتر فيل. وهنا سأنشئ البروسيدور وسأرجع إلى ديليميتر فاصلة منقوطة، ثم أذهب إلى ديليميتر، أرجع إلى هنا، ثم أقوم بخلق البروسيدور. وعلى هنا صوم شيفر مثلا بار فيل كبارامتر، والآن سنعطيه بارامتر إن، وسيكون اسمه الفيل ونوعه متغير نصي، وبالتالي سيكون فارشار مثلا 255. هنا سأقوم ب ولا الحمد لله، هذا هو عبارة عن بروسيدر ستوكي. إذا جاو الأمور مرت بسلام الحمد لله. إذا أردنا أن نقوم بالتطبيق سنذهب إلى روتاين وسوم شيفر دافير بار بيل إكزيكوتي، وسنعطيه المدينة وهي مدينة الدار البيضاء كازا، وسيعطي النتيجة هي 46,700. إذا هذا بارامتر أحبائي الكرام، يمكن أن أحدد بارامتر واحد، بارامتر اثنان مثلا، يعني بارامترات مثلا شيفر دافير بين رقمين. مثلا تخيل مثلا أريد أن أقوم باستخراج الزبائن، حيث رقم المعاملات محصور بين عددين، يعني شيفر دافير محصور بين عددين، مع عددين مثلا ذهبنا هنا كليون مثلا بين 200 و2000، شيفر دافير بين 200 و2000 سيعطيني 3 زبائن، زبون رقم واحد، ثم الزبون رقم 5 خارجة، وعلي رقم معاملتهما بين 200 و2000 أحبائي الكرام. يعني بالتالي سيمكننا أن نبرمج بروسيدور ستوكي ببارامترين. يا بسم الله على بركة الله. كما قلنا دائما، سنذهب إلى هنا ونقوم بإنشاء بروسيدور ستوكي جديد. إذا ديليميتر، يعني هذا الديليميتر، إذا سنقوم بكنترول سي، لاحظ كنترول في، هذه المرة فاصلة منقوطة، ثم دائما البداية ونهاية، نهاية البرنامج، نهاية البرنامج وبداية البرمجية، ثم سأقوم بخلق البروسيدور كما هو معروف، كرييت بروسيدور. مثلا كليون بتوين تو فاليو، لو اعطينا هذا الاسم. هنا ما يهمني بارامترين، بي واحد وعبارة عن انتيجر،
والبارامتر الثاني هو P2 وهو كذلك integer. ثم سأقوم بكتابة أمر SQL عادي، select نجمة from كليو أحبائي الكرام، وير الشرط، وير شيفر دافير، فوالا شيفر دافير رقم المعاملات بتوين كما قلنا 200 عند 8000 لو صحت العبارة بتوين، يعني بين قوسين، أو سأقوم بالتأكد من ذلك. إذا يا بسم الله على بركة الله لنتأكد من البرمجية صحيحة، الحمد لله، اللهم لك الشكر. سأذهب إلى بروسيدور وسأقوم بالذهاب إلى كليو بتوين تو فاليو اكزيكيوت، سيعطيني القيمة الأولى حيث قلت له استسمح البروسيدور يجب أن يحمل بارامترين. إذا استسمح كلوز، أذهب هنا إلى البروسيدور كليو بتوين إيديت، وهنا استسمح هنا البارامتر بي واحد والبارامتر بي اثنان، ثم جو، ثم أذهب إلى البروسيدور روتاين، اوكي، وسأذهب إلى اكزيكيوت. القيمة الأولى أريدها 200 والقيمة الثانية 7000. جو، إذا 200 و7000، إذا عندي الزبائن التالية 300، ثم 5000، ثم 3000، 1700. نعم، تأكدت من النتائج لأن التيبل كليو يحتوي على معطيات أكثر من، هنا عندي number of row يعني 25، يعني عندي أكثر من زبون، الحمد لله. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل حيث سنتطرق ل بروسيدور مع بارامتر اوت، يعني بروسيدور يرجع لنا احد البارامترات. شكرا على متابعتكم، والى اللقاء.